الملف الآخر أي ملفات ملفات تحقيق يعني ضابط شرطة. أبي فريد، أنت متهمة نعم بخسارة جمهور كاظم الساهر اللي كان يتابع أبي فريد بسبب تناولها لكاظم الساهر بواحدة من برامج اللي ظهرتي بيها. خليتي الجمهور الساهر يمتعض من عندك. مو ضروري، خليه يروحون للساهر، انا ما احتاج جمهور ما يحبني، انا احب جمهور انه يحبني العبير فريد. فكل من وإلى جمهوره، اعزائي اذا تحبون كاظم روحوا لكاظم، تحبون امل طه روحوا لامل طه، انا اريد بس المحبين مالتي. انا محبيني الحمد لله والشكر يحبوني لانه كوني فنانه محترمه واخلاقي حلوه. ويعرفون عبير فريد شنو فيحبوني، انتم مو ضروري تحبوني. طبعا واحده من هاي الاسباب اللي خلت الجمهور الساهر اللي انا صريحه اني لحظه يمتعض من عندك انه يقال انه الفت او لفقت كذبه عبير فريد انه كاظم في يوم من الايام تقدم لخطبه والدتها المرحومه في ريال. فعلا وكان هذا الموضوع كذب وما موجود. لا لا فعلا اني موجوده، اني شاهده، اخويا شاهد. كان يعني متشنا نروح الاذاعه والتلفزيون، كان كاظم بعده يعني حالته فقيره ماديا وما كان مشهور يعني بعده ما طالع الاغاني مالته اللي هاي باي سنه ست عبير؟ هاي ثمانينات. بالثمانينات اجى تقدم، وين كان ساكن؟ كان يقعد بالكافتريا بالاذاعه والتلفزيون اللي هي هسه العراقيه. فامي من نوع جدا عاطفيه يعني من تشوف احد محتاج تساعده. هسه انت اي واحد من يشوف واحد محتاج يساعده هاي اوتوماتيكين، هاي طبع العراقي كشيء عام. فش تسوي هي؟ تروح للكافتريا تجيب غدا، فتجيب الغدا قدامه تقول يلا نتغدى سوي. يقول لا عمار انا ما اريد اتغدى شبعان. قالت له لا والله ما اتغدى اذا انت ما تتغدى. زين. فهي حاسه انه هو ما بتريق. بعدين يحكي له يقول له تدرين انا من البارحه ما ماكل ما بتعشي، فشلون تكسب بي اجر؟ فمن شافت شافها هو تكسب اجر بكاظم هي اي يعني ما بيها شيء مساعده. يجوز في يوم من الايام هي مثلا ناسيه فلوسها وجوعانه وما متغديه، يجوز هو ياخذ لها غدا. كلش طبيعي احنا عائله واحده. ايش وقت تقدم لوالدتك؟ خلي اسولف لك. زين. فهو من شافها هيك جدا انسانيه، شاف اهتمامها، تصور انه هي تحبه. فايش سوى؟ قال لهم عمار شنو رايك؟ قالت له والله انا عندي اولاد واني كذا وما اريد ارتبط، اريد اربي اولادي، اريد كذا كذا. فاتذكر مره من المرات رد اخوي على التليفون. زين. قال له نعم منو؟ قال على وعم كاظم شلونك؟ بوع على امي. قالت له قال له ماما نايمه. قال له شلون قاعده؟ قال والله انا ما اقدر. وفعلا احنا ما نقدر نقعد امي اذا نايمه، لو يصير ما ادري شنو يمنا. فكذا مره خابر. بعدها راح الموضوع، انتهى الموضوع. سالوها الامي الله يرحمها، قالوا لها ورا ما اشتهر كلش. قالوا لها ليش؟ كان تزوجتي حتى تشتهرين مثل همي انا، وهمي كان صرتي غنيه. قالت لهم لو ما الزوجه كاظم كان بقى فقر وما اشتهر. رب العالمين راد يسوي له ماساه في سبيل انه يسعى للشهره. بالضبط. فتقول بالعكس انا كنت حجر عثره بطريقه، خليه يتوكل على الله ويشوف طريقه. ووصل وصار القيصر الحمد لله والشكر وبالتوفيق له. يعني ماذا اسيء لك من ده اقول شيء، بس تحكي هذا واقع. اذا الموضوع كان حقيقي. انا شاهده على الموضوع واخوتي شاهدين. اذا الموضوع كان حقيقي. كان حقيقي 100% بالثمانينات. بس انت ليش ربطتي الموضوع انتقاميا انه هو من ما قلت يجوز لانه من ما نفذ وعده لي حسام كانما انت ببالك هو انتقام. اي لانه يجوز لانه امي رفضته من كان فقير الحال فهو طلعها بابني. طيب ولو ما راد ينطي ليش واعده؟ هذا وحد عن هذا. القيصر لما واعده خب ما واعده بابني. هسه ما علينا هذا الموضوع، واعده ما واعده ابني ما محتاجه. الحمد لله والشكر. بس انا كفنان ككاظم الساهر انا احترمك وانت تمثلنا، انا جدا احب اغانيك وجدا احبك، بس هذا نفصله عن انه انا احترمك واحبك كعراقي وك تمام يعني تمثل اسمنا بكل بلد، انت عراقي وفنان محترم. زين. خلاص خلاص نسد الملف. تحياتنا. هذا التبرير. لا تزعل احنا نحكي صراحه. زين.